شارك الفنان محمد رمضان جمهوره فيديو جديد عبر انستجرام، وظهر محمد رمضان برفقة أصدقائه وهو يرقص على أغنية نمبر 1. وأعلن الفنان محمد رمضان موعد طرح أغنيته الجديدة دوشة التي نشر جزء منها عبر حسابه على انستجرام، التي غناها في حفله بالساحل الشمالي منذ أيام. وقال محمد رمضان أن دوشة ستكون أغنية شهر أغسطس المقبل، وظهر في الفيديو داخل الطيارة الخاصة التي يتحرك بها كثيرا مرتديا الهيكل العظمي المذهب في يديه كعادته مؤخرا.